غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. لا يا اخو كرمت، واحد اتصلنا بالاسبوع الماضي بعدين قال لي هو مش جاهز، شوف انت هتكلمني في اي موضوع، اتفق على موضوع كلمني هديك البيانات لما نشوف هيرد ولا لا، هديك البيانات بالتفصيل، بس خلينا نجرب نشوف كده. وعرفت على نفسي وكل شيء. الهاتف الذي طلبته غير متاح الآن، يمكنك الاتصال به لاحقا. أنا قلت له هتصل بيك في نفس الوقت، تقريبا هو نفس الوقت. أنا أدي له فرصة النهاردة. أنا مش عارف أستاذ هاني، أستاذ هاني، أستاذ هاني، عندك فرح يا أستاذ هاني ولا إيه؟ يا أستاذ هاني، يا أستاذ هاني، إيه اللي مشغلي يا أستاذ هاني؟ شوف يا أخو فتح التليفون على إيه الراجل؟ نجرب مرة تانية، أو هديكم كل بيانات ثواني، وأنا أضع رابط على الاتصال بتاعه كمان، ثواني. شايفين شغال ايه يا فترة؟ تالت مرة تالت، يعني بسم الاب والابن والروح القدس مكالمة واحدة يا امين. حضراتكم ده الأسبوع الماضي اتصلنا على ده مجموعة القس منسي يوحنا المكتبي المسؤول عنها الأستاذ هاني نسيب. الرجل اتكلمنا معاه قال لي أنا مش محضر، شوف أنت اختار أي موضوع والأسبوع الجاي كلمني فيه وأنا رد عليك أكون محضر. قلت له حاضر. قلت له هترد؟ قال لي نعم هرد. أكلمك في الكتاب المقدس عصمة الكتاب. قلت له تعرف يعني إيه عصمة الكتاب؟ قال لا. وحضراتكم اتفضلوا. مشغل رأس ودانس ومسخرة زي ما انتم شايفين. مجموعة القس منس يوحنا المكتبية الأستاذ هاني نسيب. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، وهل أرضاه ما نالوه منه، فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه، وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله تدبرها وقد سواه.